بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا متابعينا، معكم أنا الدكتور محمد غزال من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ضمن سلسلة دروس تعلم تجربة المستخدم. اليوم حنتكلم عن عملية تصميم تجربة المستخدم وتحديدا في مرحلة التحليل. تكلمنا في الدروس السابقة عن مجموعة من الأدوات التي نستخدمها في مرحلة التحليل، ومنها البرسونا واليوز كيس دياجرام، وفي أدوات كثيرة تكلمنا فيها يمكن العودة لها في صندوق الوصف والنظر إلى الحلقات السابقة. اليوم حنتكلم عن أداة مهمة جدا، وهذه الأداة تختلف عن كل ما سبق، ألا وهي تحليل سلوك المستخدمين أونلاين. يعني بنتكلم وين الناس موجودين. الآن الناس موجودين على جوجل، هل جوجل بتأهل لي أو بتعطيني أدوات معينة بحيث أن أعمل تراكينج وتتبع لهذا السلوك لهؤلاء الناس المستهدفين، حتى أتعرف على صفاتهم، أتعرف على أعمارهم، أتعرف على خصائصهم، سواء خصائصهم اللي هو الديموغرافيك انفورميشن اللي لها علاقة في المكان وإلى علاقة في الجغرافيا، أو عبارة عن السلوكيات اللي لها علاقة في الديفايسز المستخدمة أو اللي لها علاقة في الأدوات أو البرامج المستخدمة مثل البراوزر الأوبريتنج سيستم وما إلى ذلك من أدوات. كثير من البيانات التي سنتعرف عليها من خلال التعرف على جوجل أناليتكس انتظرونا، حنتعرف عليها بالعملي. يلا تعالوا معنا نشوف كيف ممكن نشتغل على جوجل أناليتكس حتى نتعرف كيف نستخدمها في تحليل سلوك المستخدمين الحقيقيين على المواقع الإلكترونية المختلفة الخاصة بنا. انتظرونا ويلا معنا. جوجل أناليتكس واحدة من أهم الأدوات التي تستخدم في تحليل الجمهور. كيف يتم استخدامها في تحليل الجمهور؟ من خلال تتبع سلوك الناس أو سلوك الزائرين على الموقع الإلكتروني وعلى تطبيقات الموبايل. تعالوا معنا نتعرف على جوجل أناليتكس وكيف نستطيع نقرأ سلوك الجمهور ونتعرف على بيانات الجمهور الحقيقية من خلال هذه الأداة. أولا هنا التقارير الموجودة، مجموعة من منوعة من التقارير، منها التخصيص، منها الوقت الفعلي، إنه بنتكلم عن إيش الوقت الفعلي للموقع الآن، مين بيشتغل على الموقع، إحصائيات الوقت الفعلي للموقع، بنتكلم عن جمهورنا، مين جمهورنا، من وين جاي جمهورنا، مصدر جمهورنا، بنتكلم عن موضوع اكتساب الجمهور، اكتساب هذا الجمهور جاء من قنوات متعددة، إيش القناة الأفضل في هذا الاستخدام. طيب آخر شيء حنتكلم في موضوع السلوك. تعال نبدأ في الصفحة الرئيسية. زي ما احنا شايفين موضوع الصفحة الرئيسية، أول شيء النقطة هذه أو المنطقة هذه بتتكلم عن موضوع المستخدمين النشيطين حالياً، كم عددهم، إذا كان عددهم 10 أو 100 أو 1000، بتكون أنت شايف الإحصائيات الموجودة هنا، وهذه الإحصائيات على أهم الأنشطة الحالية الموجودة. طيب بنيجي بنتكلم عن الإحصائيات. لاحظوا معايا أن هذه الإحصائيات الموجودة أمامي هي موجودة على آخر 7 أيام، وهذا باي ديفولت موجود في جوجل أناليتكس موجود. يعني كل الإحصائيات حنمر عليها الآن تباعا حتعزز أو حتعكس 7 أيام سابقة. طيب لو بدنا نزيد أو نغير في موضوع الأيام هذه، ممكن بدي إحصائيات اليوم الحالي. طب إحصائيات اليوم الحالي هي موجود هنا، بنتكلم هيها 52 حاليا اليوم، بتبدأ من الساعة 12 ليلا حتى وقتنا الحالي. الجلسات، معدل الارتداد، مدة الجلسة. لو جينا لاحظنا هنا الآن غيرنا آخر 28 يوم، حتزيد النسبة أو حتزيد الأرقام الموجودة عندي، على اعتبار أنه إحنا بنتكلم عن إحصائيات على مدة زمنية مختلفة. طيب ما في مشكلة في الموضوع هذا، بنرجع نتكلم الآن على موضوع الإحصائيات الموجودة وكيفية قراءة هذه الإحصائيات. أول شيء المستخدمون، يعني أنا بعرف أنه إجاني في هذا الشهر أو في 28 يوم السابقين إجوني على الموقع زاروني 6900 زائر. طيب ممتاز، في 6900 زائر كان في عندي 8000 جلسة، يعني هناك من هؤلاء المستخدمين من عاد الجلسات مرة أخرى. يعني ممكن يكون في عندي عدد من المستخدمين حب هذا الموقع ورجع مرة ثانية ومرة ثالثة على الموقع وكان في عنده أكثر من جلسة في مدة هذا 28 يوم. طيب معدل الارتداد، وهي نقطة مهمة جدا، يجب أن نتعرف على معدل الارتداد، أنه هو النسبة، هو أبسط تعريف لها اللي هي المعدل اللي من خلاله تخرج الناس أو تخرج المستخدمين من الموقع. يعني إذا كان في عندي معدل ارتداد عالي، هناك نقطة استفهام يجب أن نقف عندها. إذا كان الموقع موقع كبير وهناك صفحات متعددة ومعدل الارتداد عالي، أصبح أنه
بقرأ من خلال هذا الرقم إنه الناس بيجوا على موقعي وبيخرجوا من موقعي بدون ما يقرأوا، بدون ما يمكثوا في الموقع وقت كبير، وهذا مؤشر خطير جدا. فقط حالة واحدة ممكن إنه إحنا نتغاضى فيها عن معدل الارتداد المرتفع، إذا كنا بنتكلم عن landing page، يعني موقع من صفحة واحدة، ففيش إمكانية إلا إنه يجي الزائر على هذه الصفحة ويخرج من هذه الصفحة، فهي تكون هي صفحة الدخول وصفحة الخروج. لذلك يجب أن نقرأ معدل الارتداد قراءة دقيقة، ممكن ينتج من خلالها أو نفهم من خلالها أن هناك ضعف في التصميم، نشعر من خلالها أن هناك ضعف في الروابط، نشعر من خلالها أن هناك ضعف في المحتوى. كل هذه عبارة عن خيارات ممكن أن تكون موجودة في حال وجد معدل ارتداد مرتفع. لذلك هذا مهم جدا في موضوع التعرف على التصميم الجيد أو التصميم السيء. طيب إذا نتكلم عن مدة الجلسة، هذه معدل مدة الجلسة، يعني بنتكلم 6900 اللي يجوني خلال 28 يوم كان معدل الجلوس على الموقع عندي دقيقة و51 ثانية. لاحظوا هنا في عندي نقطة مهمة، هنا في ارتفاع في النسبة مقارنة في الشهر الماضي، أصبح في زيادة معدل 9%، وهنا في زيادة بمعدل 0.5%، وهنا في زيادة. لاحظوا هنا الزيادة وين؟ الزيادة في النقصان، يعني النقصان إذا كانت معدل الارتداد بينقص فهذا مؤشر إيجابي. لاحظوا معي السهم وين؟ السهم من الأسفل نقص معدل الارتداد إلى 1.4%، أصبح إحنا بنتكلم عن تقدم في تصميم الموقع أو كفاءة في تصميم الموقع أفضل من الشهر السابق. طيب برضو مدة الجلسة بنتكلم عن زيادة فيها بنسبة 3.9% عن الشهر السابق، أصبح بنتكلم عن معادلات أو أرقام تدلل أنه هناك في تقدم. بننزل تحت بنتكلم عن موضوع قناة الزيارات، مصدر الوسيط والإحالات. بنيجي بنتكلم اليوم اللي 29 شهر، بنحكي عن آخر 7 أيام، 29 30 31، 1 نوفمبر، 2 3 4، لو إجينا وقفنا على اللي هو 4 نوفمبر، مصادر الزيارات لاحظوا معايا، أول شيء في عندي أورجانيك سيرش، ثاني مصدر دايركت، ثالث مصدر ريفرال، رابع مصدر سوشيال وأخرى. الأورجانيك سيرش هو المصدر اللي بيجيني من خلال محركات البحث، يعني لو في عندي محرك بحث مثل جوجل، بمجرد ما يبحثوا الناس عن دورة معينة عن محتوى معين وجوجل يصدرهم لموقعي أو يربطهم مع موقعي، فأصبح المصدر الأورجانيك هذا إجاني من وين؟ إجاني من محرك البحث جوجل، وهو أهم الوسائل التي يجب التركيز عليها. وهذا الموضوع مرتبط في موضوع مهم له في Search Engine Optimization، كيف نصمم موقعنا وكيف نبني موقعنا بحيث يكون صديق محركات البحث، وهو مصدر أساسي جدا في التسويق الرقمي، كيف أنه إحنا نخلي موقعنا صديق محركات البحث، لأن محركات البحث هي الأكثر قدرة على توصيل ووصل الناس وربطنا مع الجمهور الحقيقي الذي يرغب محتوانا في هذا الموقع. طيب بنيجي تحت الآن، هنا بنتكلم في الموضوع في التحليلات، هنا ناس إجوا من السوشيال اثنين، يعني إجوا من السوشيال ميديا من صفحات التواصل الاجتماعي، إجوا اثنين، إجوا ريفيرالز يعني في مواقع تكلمت عنا وإجوا من هؤلاء المواقع، أو في أفراد تكلموا عن هذا الموقع فجاء اثنان من هؤلاء الزوار من خلال مين؟ المراجع اللي تكلموا عنه. دارك في ناس تكلموا مش تكلموا، ناس كتبت الموقع مباشرة، هي حافظة الموقع وعارفة انه هي جاي على هذا الموقع لانه هي لها في قيمة في هذا الموقع. في 18 واحد بالامس اجوا على الموقع هذا وكتبوا كامل دوت تريني وهكذا. اورجانيك سيرش زي ما تفضلنا حكينا في موضوع السيرش انجن اوبتمايزيشن او من مصدر محركات البحث. بنيجي الان بس في نقطة هنا، في عندي سرعة التحميل منخفضة في مصر. لاحظوا معي هنا بيديني احصائيات لسرعة التحميل في المملكة العربية السعودية، قديش سرعة التحميل لصفحات؟ معدل 10 ثواني في فتح الصفحة. طيب في مصر بنتكلم عن 18 ثانية في الصفحة، وهذا مدلل انه انا في عندي خلل في موضوع السرعة، يجب اني اراجع المحتوى، اراجع الموقع، اراجع اذا في عندي ايش اسباب التأخير او ايش اسباب السرعة البطيئة للموقع، لانه هذه مدعاة انه الناس تنفر من الموقع ومعادل الارتداد او معدل الارتداد يزيد عندي، وهذا ايش؟ مؤشر خطر. اصبح الان نتكلم عن السلوك اللي اعطاني اياه اللي هو جوجل اناليتكس، وانا ممكن اتخذ من خلاله قرارات متعدده.
طيب بنيجي على الموضوع الثاني، ما بدا تحسن اكتسابك لمستخدمين نشطين؟ بنتكلم عن المعدل اللي هو من 30 يوم، كيف الناس اجت مثلا وانتقلت من 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 2000 الى 8000. بتكلم في يوم واحد اجوني 259، في 7 ايام اجوني 1600، في 30 يوم اجوني 7400. طيب معدل الاحتفاظ بالمستخدمين برضو هنا في الشاشة الثانية، بنتكلم متى يزور المستخدمين موقعك، يعني بنتكلم عن اوقات الزيارات. هنا لو اجينا نتكلم على، لاحظوا معي هنا ايش بنتكلم، هي 7 ايام الاسبوع، هنا يوم ايش الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه، السبت، وهكذا. لاحظوا معي الذروه هنا اللي هو كانت يوم الاربعاء، اجاني من الساعه اللي هو بنتكلم عن ايش الساعه هذه اللي هو هنا، لاحظوا معي اجاني الساعه 11 صباحا. لاحظوا وين، لاحظوا في الاشاره اللي طلعت معي يوم الاربعاء الساعه 11 صباحا اجوني 91 مستخدم. لاحظوا معي هنا يوم السبت الساعه 10 صباحا اجوني 37 مستخدم. اصبح كل مكان في غماقه في الالوان، هنا كان في عندي عدد مرتفع. طب نيجي هنا بنتكلم عن ايش، يوم الاربعاء الساعه 4 مساء كان في عندي 99 مستخدم ماكثين في هذا الموقع. طيب من وين جايين الناس تعوني؟ جايين والله من دول مختلفه. لاحظوا خارطه العالم الموجوده امامي، بنتكلم عن المملكه العربيه السعوديه، يجون النسبه الاكبر، يعني بنتكلم عن تقريبا 50% واقل بشويه، اللي هو موضوع الزوار وهم قادمون من المملكه العربيه السعوديه. الولايات المتحده بنتكلم عن موضوع 12%، مصر بنتكلم عن 10%، الهند بنحكي عن 3-2%، بعدها ايش اللي هو موضوع يونايتد عرب اميريت اللي هو موضوع الامارات العربيه المتحده بنتكلم عن 2.5%. طيب الجلسات اللي اجوا من خلالها ان الافراد هؤلاء، بنتكلم اجوا من وسائل اتصال مختلفه. طيب ايش الوسائل اللي اجوا من خلالها؟ اجوا من خلال الاجهزه اللوحيه، الاجهزه المكتبيه اللي هو الكمبيوتر واللابتوب، من اجهزه الجوال. لاحظوا معي 55.9 يجوني من الجوالات، 42.4 يجوني من الاجهزه المكتبيه، 1.6% يجوني من الاجهزه اللوحيه. متى؟ لاحظوا معي في اخر 7 ايام، كل الاحصائيات اللي بنقراها في اخر 7 ايام ما عدا هذا من اخر 30 يوم. طيب بنيجي بنتكلم الصفحات اللي تم استخدامها، أكثر الصفحات اللي تم استخدامها هذه الصفحة، صفحة الفاينانس عربي. طيب قديش عدد الزوار اللي اجوها؟ 147 زائر. بعدها بيجي الصفحة الثانية 118 زائر وهكذا. طيب ايش كمان في عندي شغلات؟ تقريبا بنكتفي بهذا القدر، لأنه هذا له باقي أمور لها ارتباط في موضوع الإعلانات، وما في إعلانات عندي على هذا الموقع. طيب الآن بنتكلم قاعدين على الصفحة العامة أو الإحصائيات العامة. لو اجينا قلنا على الوقت الفعلي، ايش في عندي بيانات انا بسيبها في الوقت الفعلي؟ بنيجي عند النظرة العامة، بنجد انه في الوقت الفعلي كم عدد الجمهور الماكث عندي على الموقع؟ هناك حاليا 1 مستخدم نشط. طيب عدد مرات مشاهدة الصفحة، بنتكلم قاعدين قديش في الدقيقة؟ هاي بنتكلم عن 1 دقيقة، هذا بنتكلم عن 2 دقيقة. طيب هذا المعدلات اجت في اللحظة اللي انا بتكلم فيها حاليا. طيب بنيجي هنا اهم الصفحات النشطه اللي كانت موجوده، بنتكلم عن صفحه اللي هو سيرتيفيكيشن تاج مانجمنت ارابيك، اصبح هذه الصفحه اللي هي نشطه الان من خلال هذا الزائر. طيب بنيجي نتكلم الزائر من وين جاي؟ هايو جاي من الدوله هذه اللي هو من الرياض، اصبح الان الرياض فيها واحد، والان هي اختفى امامنا موجود، ما فيش حدا موجود على الموقع. بنرجع نتكلم صفر الناس الموجودين على الموقع، ولو كان عندي 100 وين موجودين منتشرين على الخارطة؟ حنشوفهم موجودين على الخارطة من أي دولة وكيف إجوا مصادر الدخول لنا. طيب هذا بالنسبة للوقت الفعلي. لو إجينا نتكلم عن الجمهور، طيب الجمهور اللي حنتكلم عنه اللي هو نظرة عامة على الجمهور، مين جمهورنا؟ تعال نفكر أو نشوف مين الجمهور اللي موجود عندي. المستخدمون بنتكلم عن 1600 زي ما تكلمنا قبل هيك، هي الجلسات الجدد، عدد الجلسات لكل مستخدم. اصبح عندنا بنتكلم في عندي المستخدم بيرجع عندي 1.13%، يعني في عندي مستخدمين بيرجعوا مره ثانيه ومره ثالثه، يعني معدل انه العوده او معدل عدد الجلسات 1.13. مرات المشاهدات بنتكلم عن 4200، الصفحات لكل جلسه، في عندي كل جلسه ممكن ينتقل فيها المستخدم، هذا معدل دير بالكو، ل 2.3، يعني بيجيش على صفحه وبيطلع، لا بينتقل، في ناس ممكن بتنقلوا على 5 صفحات، 10 صفحات، 20 صفحه، فبنحسب المعدل بنلاقيهم 2.3. متوسط مده الجلسات بنتكلم عن دقيقه و55 ثانيه، معدل الارتداد 66. طيب الخصائص الديموغرافيه بنتكلم من وين اجوا الناس هذول؟ اول شيء اللغه اللي بيكتسبوها اصحاب
اللي هم الزوار على هالموقع، بنتكلم عن اللي هو ناطقين باللغة الإنجليزية بنحكي عن 46%، طب باللغة العربية بنتكلم عن 24%، لغة إنجليزية عن 7.5%، هذه إنجليزية اللي هو الأمريكية. طيب إنجليزي عام بنتكلم عن 6%، اللي هو عربيك من مصر اللي هو من جمهورية مصر العربية بنتكلم عن 2.9 وهكذا. طيب لو اجينا قلنا البلد، من وين البلد، البلدان اللي اجوا منها هذا الجمهور؟ 47% من السعودية، الولايات الأمريكية المتحدة بنتكلم 13.5%، من مصر 9.9%، من الهند، من الإمارات العربية المتحدة، من الأردن، من السودان، من كندا، من عمان، من العراق، وهذه النسب وهذا أعداد المستخدمين اللي اجوا من هذه الدول. لو بدي أدخل أكثر تحديدا من أي مدينة بيجوا الإحصائيات تعوني، الجمهور تبعي بيجي أكثر مكان بيجي من الرياض، من ثم من جدة، بعدك بيروح على إشي مش معرف مين هو، على دمام، من القاهرة، من الخرطوم، من المدينة، وهكذا. هذه الإحصائيات حسب الدول اللي جاي منها. طيب من النظام، حسب النظام المستخدم من هؤلاء الجمهور، الجمهور الإجاني استخدم الكروم ولا السفاري ولا الفايرفوكس ولا وسيلة أو متصفح آخر، بنتكلم أكثر متصفح تم استخدامه من قبل الجمهور، بنتكلم عن مين؟ عن الكروم اللي هو 59%، السفاري بيجي بعد 31%. ليش الكلام هذا مهم بالنسبة لنا؟ يا جماعة بالنسبة لنا إحنا كمصممين تجربة مستخدم بدنا نفهم هذه البيانات فهم حقيقي حتى نحسن اختبار المواقع تاعتنا على هذه المتصفحات، وهذا له أثر جدا في حال إنه ممكن يكون في تصميم جيد أو متناسق مع متصفح وفي تصميم غير متناسق مع متصفح، فهذا بدينا التعزيز انه لا يجب انه يتم الاختبار على المتصفحات الاكثر استخداما. لو بدنا نبحث على نظام التشغيل، في نظام تشغيل عندي والله موجود، اجوني من خلال الويندوز 37%، اجوني من خلال نظام تشغيل الاي او اس اللي هو 32%، اجوني من خلال نظام تشغيل اندرويد 23%، والباقي من باقي الانظمه الموجوده امامنا. طيب هاي لو بدنا نيجي على الجوال، من وين اجوا؟ من خلال الجوال. ايش نظام التشغيل تاع الجوال؟ اي او اس واندرويد ويندوز. في عندنا مقدم الخدمه، لو بدنا نتعرف على مقدم الخدمه اللي اجوا من خلاله، مش موجود، مش متعرف. طيب نكتفي بهذا القدر من خلال ايش؟ معرفتنا للجمهور. بنيجي للاكتساب. الاكتساب الان مصدر اكتسابنا للجمهور تبعنا، بنيجي بنتعرف من وين اجوا هؤلاء الجمهور. اربع وسائل اساسيه في مصدر الاكتساب. الاورجانيك سيرش زي ما تفضلنا هو موضوع ارتباط موقعنا مع محركات البحث، يعني قديش عدد الجمهور بيجيني من محرك البحث. احنا بخير، 91.8% في هذا الموقع بيجيني من محرك البحث، اصبح موقعي صديق محرك البحث، وهذا بالمناسبه هو الانسب والانجع والافضل الافضل وسيله من وسائل التسويق الالكتروني. طيب لو اجينا احنا على المستخدمين، وهي في عندنا احصائيات مستخدمين اللي اجوا بالاعداد وحسب الايام، لو اجينا هنا نتكلم في التفصيل انه قديش اجى الاورجانيك سيرش، هاي مستخدمين جدد، بنتكلم معادل الارتداد، اصبح بناخذ تفصيل على كل مصدر من هذه المصادر حتى نتعرف على الجمهور اللي اجى هنا. شوف قديش اخذ وقت في الجلسات، قديش اخذ اللي هو معدل الارتداد تبعه قليل، بنتكلم على اللي هو الوقت والجلسه، قديش مده الجلسه اجت، بنتكلم على اشياء كثيره مرتبطه بالمصدر اللي اجى منه الجمهور. اصبح الجمهور عندي مصنف حسب مصدر القدوم اللي اجى من اورجانيك سيرش من محرك البحث، اجى مباشره كتب اسم الموقع على المتصفح مباشره، اللي اجى من مراجع اخرى او من السوشيال ميديا. تقريبا بنكون احنا هنا وصلنا للاكتساب. اخر شيء موضوع السلوك على السريع نتكلم فيه، هي نظره عامه على السلوك. بنحكي على موضوع مرات المشاهدات، انه اجت عبر الاسبوع مرات مشاهده الصفحه الفريده، متوسط معدل الارتداد، النسبه المئويه، هنا المحتويات. طب تعال نشوف ايش المحتويات. الصفحات اللي كانت اكثر زياره، هاي الصفحه هذه هي افضل زياره، الصفحه الثانيه هاي 118، بنتكلم عن مرات المشاهدات، نسبه او مرات مشاهدات الصفحه. هذه كلها بيانات خاصه بسلوك الجمهور على الصفحات. هنا لاحظوا معايا، انا عرفت مين جمهوري، عرفت المصدر اللي اجى جمهوري منه، عرفت الديموغرافيك انفورميشن، عرفت وين اجى على الموقع تبعي، قديش سرعه الموقع، كيف استجاب الموقع للجمهور، من اي متصفح اجى، كثير هذه البيانات وهذه المعلومات يجب ان تدرس حتى
نتفهم ونفهم أكثر عن جمهورنا ونتعامل مع هذا الجمهور حسب الواقع الذي نراه أمامنا بالأرقام الموجودة. وهذا يؤكد أن الجوجل أناليتكس هي أفضل الوسائل المجانية التي يمكن استخدامها في التعرف على الجمهور من خلال تحليل سلوكه. أتمنى يكون الدرس أفادكم، وإن شاء الله نلقاكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.